لمحبين الكمبر، الكمبر اللي يركب على حوض السيارة 2500 و3500. هذا الكمبر بطول 18.5 قدم. هذا الكمبر يشل الماي 45 جالون. كمبر جميل. نشوف في هذا الإعلان مع مظلتين ونشوف أدق التفاصيل ونقول بسم الله. طبعا عندنا هذا الكمبر بهذه التشكيلة، طبعا من شركة البالومينو ريال لايت. عندنا هذه الزجاجة، زجاجة مهمة مثل ما خبرتكم، الكمبر للسيارات الـ 2500 و 3500. طبعا عندنا هذه أربع جيكات كلها اوتوماتيك بالجهاز، ترفع وتنزل، ما يحتاج تضرب هندل، أمورك طيبة، كلها بالكهرباء. عندنا هني نقطة الكهرباء، طبعا هذه نقطة الكهرباء نقدر نشبكها على السيارة. تقدر طبعا عندنا هني سويتش الاون واوف، تفصل الكهرباء عن الكهربان وتشبك عليه كامل. وعندنا الكيبل اللي تشبك فيه على السيارة، ونفس الوقت تشبك الكهرباء الكهربان ب 12 فولت. عندنا هني السماعات الخارجية، وعندنا هذه المظلة اوتوماتيك 12 فولت، يعني مش مانيوال تفتحها وتسكرها، اوتوماتيك 12 فولت. ولا قدر الله لو اختربت نفتح هذه الربلة ونفتحها مانيوال. حتى موضوع الجيكات، حتى الجيكات إذا اخترب نتفتح الربلة هذه وترفع وتنزله مانيوال، ترجع على المانيوال. طبعا لو بنشوف هني عندنا الخزانات، فيها خزانات تقدر تشوف هني، هذه الخزانات يمين ويسار. طبعا لو بنشوف هني من شركة البالومينو، هاي شركة البالومينو. نشوف تصنيع الكرفان، طبعا تصنيع الكرفان في يوم 12 في شهر 3 2021، الكرفان موديله 2022. ننتبه للوزن، هذا هو وزن الكرفان 1378. طبعا المعلومات كلها موجوده، كود الكرفان تقدر تشوفه على اليوتيوب. الكرفان جاهز للتسليم، الكرفان بسعر 135,000 درهم. ونشوف الكرفان من الداخل. سمي بسم الله، وندخل الكرفان ونشوف الكرفان من الداخل، نشوف أغراضه علومه. طبعا عندنا هذه الجهازين، نرفع فيه الكرفان وننزل الكرفان. إذا اخترب عندك جهاز، عندك الجهاز الثاني سبير، كل شيء سبير عاطينك إياه. طبعا عندنا هذا الدري موجود عندنا، إذا كانت سيارتك مرتفعة أعطوك إياه مجاني. هذا الدري تنزل من فوق لين تحت. طبعا عندنا هذا الكرسي، اطلاله جميله في هذا الكرفان. عندنا زجاجه من هاليوم وعندنا زجاجه من هاليوم، كلها جميل، ونعطيكم اياه شرح تفصيلي. عندنا هني المطبخ، مطبخنا الجميل، الفرن تطبخ اللي متعيب منه 45 جالون الماي. 45 جالون الماي، نعم 45 جالون الماي. طبعا هذا الجهاز نشوفه يشتغل، لا البطارية يمكن فاصلة. طبعا هذا اللي يعطينا الماء الحار، وعندنا هني نظام التدفئة، وعندك هني حق المظلتين، هاي المظلة والمظلة اليسار واليمين، تفتح المظلة اوتوماتيك. عندنا هني الإضاءات الداخلية، عندك الووتر بامب، عندك البطارية فل، الفريش ووتر طبعا الكربان جديد، البلاك ووتر اللي هو الماء دبليو سي اللي هو الماء الوسخ طبعا فاضي، الكربان جديد، والجري ووتر الماء المغسل. عندنا هني الثلاجة الكبيرة، ننتبه يا اخواني. تعال بنشوف وياك دورة المياه. طبعا هذه هي دورة المياه، انا واقف تتسبح صديقي، هذا هو الماي هني تتسبح. وعندك هني نقول لك ياسين تسبح مشغولين، ولا تبغى تسكر الباب؟ هذا الباب يتسكر. خلصنا؟ لا ما خلصنا بعدنا. طال عمرك اذا بتسيل الحمام وتقعد على الكرسي الحمام، هذا هو الحمام. شوف نفتح ريولنا بهذه الطريقة، وإذا بغينا نسكر الباب، بس أنا شوي لازم أفتح ريولي بزيادة في هذا المكان، لازم تفتح. عندك هني المغسلة، هذه المغسلة، وتحط أغراضك هني. شوف هني فيبر جلاس. طبعا هذا الكمبر حق الأماكن الصعبة، تضرب سيوح، تضرب عراقيب، تضرب وين ما تبى في هالكمبر، فنان. شوف المكان كم كبره، مكان كبير. عندك زجاجة هني كلها مستودعات، فتي هني مستودع،
بتي هني بتحط اغراضك، بتي هناك بتحط اغراضك. تعال شوف شوف صديقي شوف، يعني نشوف هني بتحط اغراضك. زعلان تبى تشوف التلفزيون، تشوف التلفزيون في هذا المكان. ختاميتنا لهذا الكمبر، كمبر جميل، كمبر مع مظلتين، كمبر يركب على 2500، اعطيناكم وزنه، تاريخ تصنيعه، والكمبر جاهز للتسليم. قلنا لل 2500 ولل 3500، سعره 135,000 درهم، الموديل 2022، ونقدر نسلمك اياه خلال ساعتين. لازم نركب القواعد ونركب لك كل شيء ان شاء الله. فهذا هو الكمبر، عليك انك تزورنا، عليك انك تشوف الكرفان، عليك تشوف انواع جديده من الكرفانات. اخوكم راشد حمد الفلاسي، وننتظرك صديقي، مع السلامه.